بعض المقدمات المنطقية أيضا هنا. الصورة الذهنية مؤثرة. أكيد تعرفون قصة النبي الكريم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. قريش كانت قد بدأت تضيق عليه، بل بدأوا يفكرون في قتله، ودربوا غلمانهم على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الإذن بالهجرة بعد ذلك أو خلال ذلك، وقرر النبي أن يهاجر. في ذلك اليوم كأن قريش تحسد بأنه سيهاجر تلك الليلة، فحاصرت بيته، وحدث ما حدث، واستطاع النبي الكريم أن يغادر بيته في طريقه إلى المدينة مهاجرا. عندما علمت قريش بأن محمدا قد خرج ونجا، ماذا فعلت؟ تبعت قبل أن تتبعه. تخيل وين هي. أكيد غضب وشعروا بالإنزعاج كيف أن محمدا يخرج، واجتمعوا في لقاء طارئ ونادوا في الملأ بأنه من يأتي لمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة. تخيل معي لو قال فله جائزة كبيرة، من يتحرك؟ جائزة كبيرة معنا سورة الجماعة، فاهمين يا أخوان؟ بيئة نظيفة وعن فطرة وكذا، في معنى موضوع الشرك وتراكم تراكم، ولكن العقل يشتغل بطريقة نظيفة إلى حد ما. أما الشرك وتبعاته هو تراكم السنين على الآباء والأجداد فتوارثوا هذا الأمر. المهم لو قالوا فله جائزة كبيرة ليس لها سورة الثانية، لا يتحفز أحد. لما قالوا 100 ناقة هي عبارة عن ربع مليون دولار، يعني أكثر من 100,000 ريال عمر. هل هذه جائزة مغرية؟ هل هي محفزة؟ أكيد محفزة. ولذلك عندما سمع الإعلام أخذ فرسه وذهب إلى الصحراء اللي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم. أخطأوا الطريق إلا زراقة ابن مالك، استطاع أن يكتشف السر. عندما اكتشف سراقة السر وأراد أن يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟ سقط من فرسه مرة، ثم سقط مرتين، ثم سقط ثلاث مرات أعتقد، فعلم بأن محمدا ممنوع منه، لا يستطيع أن يمسك به، هناك حماية خاصة. قرر سراقة أن يعود، وعليه السلام. قرر سراقة أن يعود. هل تركه النبي الكريم إلى مكة؟ لماذا؟ سراقة عاجز يا جماعة، لا يستطيع أن يفعل شيء، خليه يعود. لا، إذا عاد سراقة إلى مكة سيعود بمئة ناقة، والمحفز على أن يخبر بمكان النبي موجود. إذا النبي الكريم مضطر لكي يمسح مئة ناقة، يعطيه حق ذلك. نعم، مضطر حتى يمسح هذه الصورة، يعملها ديلت، لأن هذه الصورة إذا عاد بها سراقة إلى مكة فالخطر قائم، وسوف يخبر أهل مكة ويأتون بجيش كبير، ولعلهم يفشلون مخطط الهجرة. النبي الكريم وقف سراقة وقال يا سراقة عمي عنا، أي لا تخبر الطرف. ثم قال له ما بالك يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. مش فقط وعده بالسوارين، قال وفي يديك، ألبسه السوارين، حتى كأن سراقة يتخيل السوارين في يده. ما بالك يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قالوا ابن هرمز؟ قالوا نعم. أو كائن ذلك؟ قالوا نعم. قالوا أكتب لي ذلك الكتاب، فكتب له كتاب وعاد سراقة إلى مكة. هل عاد سراقة بمئة ناقة أم بسواري كسرى؟ يخبر ولا يخبر؟ إذا النبي الكريم استطاع أن يصنع طوق النجاة بهذه الطريقة، والقصة كلها صورة ذهنية يا أخوان الكرام. أين مئة ناقة؟ صورة ذهنية. أين سواري كسرى؟ بعد سنوات كثيرة نعم حصل على ذلك، ولكن في الحين أين سواري كسرى؟ صورة ذهنية. فالصورة الذهنية مؤثرة. لو ما كانت مؤثرة ما حفزت سراقة ليخرج إلى الصحراء، وما كانت محفزة ليغطي عن سر مكان النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح أخواني؟ طيب، إذا الصورة الذهنية مؤثرة، اتفقنا؟ أنا مضطر إذا يا أخواني الكرام أن أحول الأهداف بالكلمات إلى صور لأنها مؤثرة في العقل، في تحفيز طاقتنا. طيب، المقدمة المنطقية الثانية